تعد قرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية واحدة من أشهر قرى صناعة الأساس في مصر بعد دمياط، حيث يعمل أغلب سكانها بهذه الصناعة لتنال شهرة عالمية بعد نجاح أهلها في فتح أسواق في الخارج. طنان واحدة من علامات قدرة المصري على استنساخ النجاح، فعلى الرغم من الشهرة العالمية التي تحظى بها دمياط في صناعة الأثاث، إلا أن هناك العديد من القرى والمدن التي امتهنت هذه الحرفة وأجادتها، بل واخترقت علم التصدير والشهرة العالمية، من أبرزها قرية طنان بمحافظة القليوبية. طنان يعتبر بدأت من حوالي 40 سنة، يعني ممكن نقول في السبعينات كده. طبعا هي البدايه كانت بدات بكذا معرض، يعني مش ما كانش بنفس الكم اللي موجود دلوقتي. طبعا بدات تتزايد لغايه ما وصلنا لسوق ينافس دلوقتي يعتبر محافظه دمياط، او نعتبر رقم 2 بعد محافظه دمياط. تبعد قريه طنان التابعه لمركز قليوب بمحافظه القليوبيه عن القاهره ب 27 كيلومترا، ودخلت صناعه الاثاث هذه القريه منذ ما يقرب من 4 عقود، لتتحول هذه القرية بعدها لقلعة من قلاع صناعة الأثاث في مصر بعد توطن هذه الصناعة واحتراف أهل القرية لفنونها المختلفة. بالنسبة اللي احنا قريبين برضك هنا للقاهرة أقرب من دمياط، احنا بعد دمياط يعتبر في الشرق الأوسط في الموبيليا إن شاء الله. الحمد لله الخامات والجودات زي اللي موجودة في دمياط حضرتك، يعني الخامات والجودات زي اللي موجودة، بس احنا أسعارنا هنا أقل من دمياط بكتير. القرية ذات الطابع الريفي تحولت إلى مؤسسة اقتصادية صناعية كبرى ذات ثقل اقتصادي بعد تمكنها من دحر البطالة. قرية طنان تعد واحدة من أبرز نماذج القرى المنتجة المنتشرة في ربوع مصر بعد تمكن أهلها من امتلاك أدوات حرفتهم التي مكنتهم من أسباب الجودة، ليصبح اسم قرية طنان علامة مسجلة ليس فقط في صناعة الأثاث بل في صناعة النجاح. محمد سعيد، DMC.